احنا بنتكلم على بطولة الأمم الأفريقية، هل احنا قادرين على ان احنا نفوز ببطولة الأمم الأفريقية؟ نيارو تيتولو. Eu tenho muita confiança neste equipe. انا عندي ثقة كبيرة في هذا الفريق واحنا عندنا ثقة فيك. Não basta às vezes só nós. ولكن ليس هذا الكافي، ولكن نحن عندنا نملك مجموعة من اللاعبين الذين لهم علاقة قوية جماعية، وهذا يعتبر مهم جدا. في بعض الأوقات وخاصة قبل المنافسات الأفريقية يوجد هنا بعض الظروف التي تساعد في الإمكانيات أن اللاعبين الذين يشاركوا في القطر او في القاره الافريقيه ان من اجل ان يلعب في الخارج وان يفوز في المباريات امر صعب جدا، لانه يتوقف على التوقيت ويتوقف على الملعب، او ان الملعب تم رشه بالمياه او لم يتم رشه بالمياه، ان الاجواء مناسبه من اجل التوقيت ودرجه الحراره. فليست هي مباراه فقط 11 امام 11، فيوجد بعض الامور التي تؤثر على سير المنافسة. وأنا كذلك عندما أضع الفريق وعندما أضع الفريق أحاول أن أضع الفريق الذين يكون قوي في جميع المناطق وجميع الوجهات، وكذلك أن نستطيع أن نضع نضع الظروف، خاصة حالة الإصابات، خاصة حالة التوقفات، خاصة حالة أخرى من أن المنافس الذين نؤدي ضده نحن نذهب إلى الأمم أفريقيا بثقة قوية وبهدف محدد أن نسعى، وفكري يعتبر كله فكر إيجابي وانطباع إيجابي. ولكن هما بالنسبة لنا 7 مباريات كلها بمثابة مباريات نهائية. ليس الآن من الواجب أن نفكر في النهائي السابع قبل أن نفكر في النهائي الأول، فهما يعتبر 7 مباريات نهائية لابد أن نجتازهم من أجل الوصول إلى الكأس.